لقاو حلول باهية وحسنوا الوضع البلاد. هيك هي متعبة برشا، متعبة برشا على الاخر بكل يعني بصفة عامة، يقولوا حلول يعني لقاو حلول في كل شيء، في المعيشة، في البنية التحتية، في كل شيء. ان شاء الله وكهو ان شاء الله يخدموا البلاد كيما نحبوا احنا وما يكونوش كي الاخرين اللي البلاد مشات في هاوية، وان شاء الله يكونوا في المستوى ويعملوا اللي نحبوه احنا ويحسنوا الوضعية متاع البلاد ويحسنوا الوضعية متاع الشعب والناس. جيز منتخب راهو هذاك ما نقوش لبلادنا، راهو ما مش يصير حتى شيء، ما تسمعوش الكلام هذاك توا شنو يصير وما يعملوا حتى شيء، وكل الكلام معناتها يجيب لك السلبيات ما في حياتك، ما تسمعوش كلام العباد هذوك، مشيو وانتخبوا. باهي انا مثلا ننتظر من المجلس البلدي يخدمونا يا خويا، يخدمونا ويخدموا البلاد. هاك تشوف معناتها حشاكم الفضلات متراكمه في البارتو، يلزم يخدموا يخدمونا على النظافه اول حاجه. النظافه يا خويا، انا واحد من الناس قدام داري سامحوني بالكلمه، عندي جي 8 بوبالات وكلهم معناتها معبيين ومطيشين في القاع، والريحه والدبان والناموس والدنيا كل، وحشكر بربي فرم الاناره، فماش نقص الاناره، وعلى الاناره كي محفره الكراهه بتاعنا الدقدقه، ندفعوا في الاداءات وندفعوا في البنيات. هي الكل ما تصلحش، لكن ما يجيبوش عشيه الضحى يعملوا كل شيء، اما كي يبداوا على الاقل يوريو نيه صافيه حولها لاباس. انا مثلا وتحب وتحي شعبي ولد الربط، شوفوا ولد الربط من يطلق هو موجود ولد الربط، ننتخبوهم ونحطوهم وكذا وفي الاخر ما نلقاو شيء، جوست ثلاث ايام الاولانيين، اما ان شاء الله ربي معاهم المره دي. بالنسبه لي الامور البلاد الوضعيه تعبه ياسر، ونبي ما كانتش هكا، كان تحلى من هكا، وخويا ماذا بينا تصلحوا لنا الطرقات والانارات وتنظموا لنا البلاد وقت الوتله المسكره وتشوفونا الامور نتاعنا، راهي الحاله تعبت ياسر، وبلادنا ما كانتش هكا راهي.